الإنسان ساعات بيجد نفسه في مواقف هو عارف الصح فين بس مش عارف يقوله ولا لأ. ليه؟ في مقاومات أو في ناس هتتضايق، وكمان بعض الناس ممكن مش بس هتتضايق، ده ممكن يقفوا ضده وجايز يحاولوا يسيئوا إليه. الواحد محتار أقول ولا ما أقولش، ربنا عايز مني إيه؟ فعلا أقول الصح أو الحق ولا ما أقولش، ولا الناس دي مش عايزة تسمع ماليش دعوة، وطب ولا أقعد ساكت. الواحد محتار. القصة دي بتاعتنا هتجاوب على الأسئلة دي. القصة بتاعتنا حصلت من سنوات طويلة، يعني من حوالي 70 سنة، حصلت في كلية الآداب. كان في طالب التحق بالكلية، والطالب ده كان أصلا خلص إكليريكية، أخذ بكالوريوس الإكليريكية، وبعدين حب يدرس بعد كده كلية الآداب، التحق بكلية الآداب. الطالب ده كان بيقرأ كتير، بيضاف ان هو درس إكليريكية، كان بيقرأ كتير وكان عنده معلومات روحية وثقافية مش قليلة. في الكلية اشتغل وتقدم وبدأ ينجح بتقدم واضح وبنجاح حلو، لأنه كان أمين، كان أمين في شغله في دراسته. وبعدين أحد المواد اللي كان بيدرسها، هو دخل قسم الفلسفة، أحد المواد اللي كان بيدرسها طلع إن الأستاذ ملحد، وبدأ ده يبان من محاضراته، ما كانش بيخبي، كان من حين لآخر يقعد يعني يشير إلى كده، يشكك، يرمي كلمة. وبعدين الشاب ده ضايق، إيه اللي بيقوله ده؟ ما نخليها في العلم، ما يقول المادة بتاعته، إيه اللي بيقوله ده؟ طب أرد عليه؟ بعدين قال لأ، قال له استنى ترد عليه إيه؟ ده هيتقصدك يا، هيتعبك يا. قعد يسمع وهو مش مبسوط، وقعد يصلي، قال له يا رب أعمل إيه؟ أقول أرد ولا ما أردش؟ أرد ولا ما أردش؟ مرت الأيام والأستاذ ده مستمر، يعني كان كلامه صعب جدا وبجرأة بيخبط في ربنا بكل الطرق ويعلن إن ربنا مش موجود. والشاب ده قاعد مش مستريح، مش عارف يعمل إيه. مرت المحاضرات والشاب ده عمال يصلي يصلي، يقول يا رب اتدخل، وكل شوية يعبر لزملائه اللي حواليه الكلام ده مش صح، الكلام ده مش مظبوط، الرد عليه موجود، أنا أعرف أرد عليه. يقوله يا ابني أقعد ساكت، ما تضيعش نفسك، وهو محتار. وتزايدت صلوات هذا الشاب إلى ليلة صلى فيها صلوات كثيرة جدا، وبعد الصلاة شعر بارتياح جواه إنه يتكلم، يقول للأستاذ، يقول لما دي فرصة يتكلم. بعد كده تاني يوم راح الكلية، والتدبير العجيب بقى إن الأستاذ في المرة دي مش يشير، ده يقف يقول أدلة 1 2 3 4 أدلة واضحة على إن الله مش موجود. والشاب عمال يسمع يسمع، وجواه صوت بيقول له اتكلم. هنا في اليوم ده ما كلمش مع حد من زملائه، لكن بعد ما خلص الأستاذ الكلام بتاعه وقال أدلة كثيرة جدا، رفع الطالب ده إيده الأستاذ، قال له أيوة، قال له اسمح لي أقول حاجة، قال له أي فضل، ووقف الشاب ده وكان كاتب بقى النقط اللي قالها الأستاذ. قال له حضرتك قلت نقط كثيرة جدا بتثبت فيها ان ربنا مش موجود، تسمح لي ان انا يعني اعلق؟ قال له اتفضل. وبدا بقى نقطه نقطه يرد عليها بادله واضحه، لدرجه الاستاذ بقى مبلم مش عارف يعمل ايه.
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، كل حاجة قالها الأستاذ رد عليها بأدلة ثابتة جدا ما ينفعش تقال عليها لا. الأستاذ سمع، الطلبة سامعين، طلبة اتبسطوا جدا، وحتى اللي بدأ يتشكك فيهم قال لا اللي عنده حق طالب ده، ان يعني فعلا اللي بيقوله الأستاذ ده، وبدأ يرجع الناس للتثبت من الإيمان بتاعهم. والأستاذ واقف لكن كل شوية تجاعيد وشه بتبين هو مش مبسوط، وبدأ الضيق يضيق يزداد، لكن ماسك نفسه الأستاذ لغاية ما الشاب ده الطالب خلص كلامه، ما قدرش الأستاذ طبعا يرد عليه، ما عندوش حاجة يترد بيها يعني. قاله طيب انت اسمك ايه؟ قال له اسمه شوقي جيد. شوقي جيد ده اللي فيما بعد بقى قدس ابونا بطرس جيد. قال له طيب اتفضل اسريح وقابلني بعد المحاضره. طبعا العيال بقى اللي كانوا مبسوطين جدا بدل ما قلنا لك ما تتكلمش هيعمل فيك، قال لهم ربنا اللي يتصرف، ربنا يتصرف، انا يعني عملت اللي عليا. مين قال كده؟ هو كان مطمن تماما لان كان صلى كويس وربنا طمنه بصلوات كثيره انه يتكلم. وفعلا راح له ويفاجئ بان الاستاذ يقول له حضرتك عامل نفسك فصيح ودارس، طيب وقف ترد على الاستاذ كمان وصل بيك يعني الجرأة كده، طيب انا حوري لك بقى، ما انتش خارج من الكليه دي، ما انتش طالع منها، مش هتاخد الليسانس، انت قاعد يعني قاعد هنا، طالما انا موجود انت مش طالع من هنا خالص. قال له ليه يا استاذ؟ انا يعني قلت حاجه. قال له انت كفايه انك واقف تحداني. قال لي يا استاذ انا ما اقصدش، انا بقول ده علم، حضرتك بتدرس لنا علم وانا برد على الادله، لان يعني كان في غلط قول لي. قال لا هتناقشني، مع السلامه، اتفضل، خلصت المقابله. وطرده من الاوضه بتاعته. خرج الطالب وهو بيقول يا رب اتصرف، انا صليت لك وانت اللي قلت لي وانت المسؤول، انت اللي هتدافع عني بقى. ومرت الايام والطالب بقى ده ذاكر ذاكر بكل ما يستطيع الماده بتاعت الاستاذ، مذاكره جيده جدا. وبعدين جه الامتحان وراح عشان ياخد اوراقه من عند المسجل عشان المسجل استدعاه، قال له انت مش هتخش الامتحان ده. قال له ليه سيادة المسجل؟ قال له عشان انت ما استوفيتش مرات الحضور. قال لا انا استوفيت. قال لا الاوراق عندي بتقول لا. ازاي؟ ده في شهود الناس عارفين. قال له هو كده. ففهم ان الاستاذ وصى عليه انه ده يعني شوفوا له اي حاجه عشان ما يخشش. قال له طب متشكر قوي، متشكر خالص. وخرج قال له يا رب عاجبك كده؟ انا موافق، يعني ده الضريبه اللي هدفعها، الصليب اللي هشيله عشان خاطرك، حاضر يا رب، بس اتصرف، انا لسه ايماني بيك قوي، انت ممكن تعمل حاجات كتير. وما دخلش العلم ده، دخل بقيه المواد ونجح فيها كويس طبعا. والماده دي ترحلت للسنه اللي بعدين، بقى عنده ملحق فيها، بس هو قعد يصلي، قال يا رب اتصرف. وذاكر السنة اللي بعدها المذاكرة دي مادة بكل اهتمام، لدرجة انه بقى يعني بيتقنها تماما، وهو مش عارف يدخل ولا لا، لكن عنده ايمان ان ربنا هيتصرف. ويفاجأ في هذه السنة التالية يسمع ان الاستاذ ده جات له اعارة للعراق، وفعلا ساب الكلية. ولما ساب الكلية طبعا ما عرفش يوصى عليه، ودخل الامتحان ونجح في الامتحان وخلص سنوات الكليه. وبعد ما خلص سنوات الكليه راح عشان يسلم الشهاده، وفي اليوم ده يوم استلام شهادته خلاص ونجح، اعلن خلاص نجاحه. عرف ان الاستاذ رجع من العراق. شايفين ربنا يقول له اسمع تقعد هناك لغايه ما بندهلك، لغايه ما ابني شوقي يخلص. وخلص شوقي الكلية ونجح واتخرج
ضد كل التهديدات اللي قالها هذا الأستاذ. وبعدين راح يسلم على الأستاذ وقال له فاكرني؟ قال له فاكرك. قال له أنا شوقي جيد اللي كنت يعني كلمت مع حضرتك. قال له فاكرك كويس. قال له جاي أقول لك أنه يعني الحمد لله أنه ربنا بارك لي ونجحت وخدت الشهادة. وهنا خجل الأستاذ من نفسه وشعر بضعفه قدام ربنا وقال للطالب ده كويس 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 وطبطب عليه كده يعني على كتفه وقال له روح روح يعني خلاص يعني كويس مبروك.